لأني أمامي رسالة أرسل بها المحامي أيضا هيثم المالح إلى الرئيس بشار الأسد منذ 5 سنوات من 2002-2001، يقول فيها أنه الدستور السوري الذي صدر عام 1973 يلغي ضمنا كافة القوانين المعارضة له وخاصة مرسوم أعلان الطوارئ الصادر عام 1/8/63. معنى ذلك أن قانون الطوارئ ملغى حكما بالدستور، لكنه ما يزال ساري المفعول. ما هي هذه الحالة؟ هو حتما ملغى ليس بالدستور الجديد، هو ملغى من الدستور القديم، دستور عام 62 الذي أعطى صلاحية إعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء بموافقة مجلس الشعب. حالة الطوارئ أعلنت بشكل غير شرعي من قبل مجلس الثورة، لم تعرض على أي مجلس شعب، فمنذ إعلانها هي حالة غير شرعية، وليس فقط بعد إصدار المرسوم الذي أعطى صلاحية رئيس الجمهورية صلاحية إعلان حالة الطوارئ. وبالتالي كل إعلان حالة الطوارئ أساسا منذ 63 هو إعلان غير شرعي، وكل ما ارتكب تحت إعلان هذه حالة الطوارئ أنا برأيي هو جرائم قانونية خارج عن إطار القانون. وبالتالي المحاكم الاستثنائية والمحاكم الميدانية التي أعطاها صلاحيات النظر بقضايا المدنيين والمحاكم العسكرية، كل ذلك شكل حالة هيمنة كاملة وقمع كامل للمجتمع. أستاذ أنور، عندي سؤال أخير وباختصار رجاء الوقت يدركنا. في مجلس الشعب اللي انتخبوه في 98 المرحوم نصرت ملا حيدر رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق يقول أن محكمته طعنت في 125 عضو من ذلك المجلس الذي يشرع للبلاد، ومع ذلك الرئيس السابق لم يكترث لقرار المحكمة الدستورية وثبت هؤلاء الأعضاء. هذه حقيقة أم كان الخلل الدستوري الذي سحب أي صلاحية من المحكمة الدستورية العليا لطعن ليس فقط بالانتخابات وإنما بدستورية القوانين التي تصدر. أعطى رئيس الجمهورية فقط صلاحية ونصف أعضاء مجلس الشعب صلاحية عرض الموضوع على المحكمة الدستورية، فكيف يمكن أن نتوقع من شخص أو مجموعة من مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية عندما يصدر مرسوما أو قانونا مخالفا للدستور أن يعرضه على المحكمة الدستورية للنظر بعدم مشروعية؟ وأعطى مجلس الشعب أعطاه حق عدم الالتفات إلى قرار المحكمة الدستورية عندما تلغي عضوية أحد الأعضاء المنتخبين، وفي التالي عمليا ألغى كل صلاحيات المحكمة الدستورية وتركها بمجال استشاري فقط. نعم، وهذا أحد المواد التي أحد مشاكل سوريا القانوني في سوريا التي تحتاج إلى حل عاجل. أشكرك تماما المحامي أنور البني الناشط في المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان. معنا 4 دقائق بالقسطاس بين دكتور برهان والأستاذ زهير سالم. دكتور برهان، السؤال كان المخاوف من فتنة طائفية فيما لو حدثت كل هذه التغييرات التي نتحدث عنها في تفكيك الحزب وتفكيك الأجهزة. يعني أنا باعتقادي بالإجمال الشعب السوري كمامة للشعوب العربية تجاوز مرحلة الطائفية بالرغم من وجود ما معناته ما في حساسية طائفية، بالرغم من وجود الحساسات الطائفية. ونموذج العراق واضح جدا، بالعراق من سنتين هناك محاولات مقصودة من أجل إثارة فتنة طائفية والشعب يقاوم، الشعب بطوائفه المختلفة يقاوم هذه الفتنة الطائفية. ليش؟ لأن الناس اليوم أصبحوا يدركون أنه لا حلول بسيطرة طائفية ولا حلول بالتقسيم ولا حلول بالاقتتال، وإنما لابد من فتح المجال السياسي ومن التنافس بين الناس جميعا على قدم المساواة. الناس يحلمون ويطمحون اليوم إلى المساواة، إلى ممارسة حقوق وليس إلى منع الآخرين من ممارسة هذه الحقوق كما حصل في السابق. نحن أصبح تجربة الحزب الواحد التي يريد أن يدافع عنها البعض، كما أصبح النزاع الطائفي والابتزاز بالنزاع الطائفي وبالفتنة الطائفية فيما وراءنا، لم يعد أمامنا. اليوم الشعوب عندها مثال وعندها رؤية مختلفة كليا عن الماضي. الاقتتال الطائفي يحتل الساحة عندما لا تكون هناك رؤية للمستقبل. اليوم الناس رؤيتهم للمستقبل هي سوريا ديمقراطية يتآخى فيها جميع أبنائها من جميع الطوائف، ويتجاوزون حساسياتهم الطائفية أيضا والإثنية والأقوامية. اليوم بحياته ما شاف الواحد تعاطف بين العرب وبين الأكراد بسوريا كما يراه اليوم بالمقالات والصحافة والكذا.
نسي الناس أيضا هذا التمييز الذي كان حاصل بين الأكراد. وأنا بعتقد أنه فيما يتعلق بالطائفة العلوية إذا كان هناك ما زالت مخاوف، ما يقوم به جزء كبير من الشباب العلويين والمثقفين من تضحيات من أجل الإصلاح الديمقراطي كافي لأنه يبين أنه المسألة ليست مسألة نزاع طائفي، وإنما هي مسألة فعلا بين مجموعة مصالح استبدادية وانتهازية وبين مطالب شعبية عامة تخص جميع طوائفه وجميع الأفراد. والثقة بوعي الشعب السوري كبيرة. وماذا عن دور سوريا الإقليمي؟ الحرية أهم أم الدور الإقليمي الذي كان لسوريا؟ الآن صرنا في آخر الأمم. الدور الإقليمي ينبع من الدولة القوية ولا ينبع من الدولة الضعيفة. عندما تكون سوريا دولة قوية حقيقة، دولة قوية بشعبها وببنائها وبنظامها، عندئذ يكون لها دورا. لاحظنا أن كيف الدولة الإقليمي انحسر عن لبنان في لحظات وانتهى كل شيء. الدور الإقليمي لسوريا بأن تؤمن جنوبها، أن تحرر أرضها المحتلة، هذا هو الدور الإقليمي الحقيقي. مشروع التحرير الجولان يعني انتهى بنا إلى نهاية مخزية كما نرى جميعا، ونحن نقول هذا متألمين ولسنا متشفين. نحن لا نتكلم من موقع التشفي أو الشماتة، أرضنا هي المحتلة، شعبنا هو المستباح. لذلك نحن ننظر إلى دور سوريا القوية بعيدا عن الشعارات لا صوت يعلو على صوت المعركة، نحن ننظر إلى إعادة بناء أن نتجاوز أزمة ثقة حصلت شاركت فيها عوامل من السلطة بحد ذاتها لكي تحدث هذا الشرخ في الصف الوطني. الصف الوطني الآن بفضل الله تجاوز المحنة وتجاوز هذه الشروخ، الإخوان المسلمون، العلمانيون، اليسار، اليمين، الأكراد، العرب، الكل الآن في مطلب واحد، في مطلب واحد، سورية متوحدة قوية ديمقراطية تقوم على صندوق اقتراع حر ونزيه، تقوم على أساس حكم تداولي يجمع بين الجميع. هذا هو المطلب العام الذي نسعى إليه مع جميع الفرقاء الوطنيين. نتمنى لشعبنا جميعا الحرية والخلاص من دون لا إقصاء ولا استئصال لأحد من أبناء هذا الشعب. وشكرا. لا أحد يتشفى والكل يبحث عن حل، والثقة بوعي الشعب السوري كبيرة وقدرته على تجاوز المرحلة. التغيير يبدأ من إعلام حر ومن استقلالية للقضاء، والمنتظر من حزب البعث العربي الاشتراكي في الشهر المقبل أن يكون على حجم المسؤولية. نشكر كل من ساهم معنا من دمشق ومن حلب ومن كافة مناطق الوطن العربي. أشكر ضيوفي في الاستوديو الدكتور برهان غليون والأستاذ زهير سالم، كما أشكر لكم المتابعة، وأتمنى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت في حلقة أخرى عن الأقليات وهي تلامس الجرح أيضا. وأذكركم بأن هذا البرنامج يعاد غدا السبت ظهرا وفي مساء وفي ليل الأحد، فكونوا معنا على سلام ووئام وفي الدعوة لمجتمع حر متسامح. أشكركم جميعا وإلى اللقاء. شكرا لكم.